أرأيتم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله يرفع العلم، أما كنا نفهم أنه إذا رفع العلم كثر الجهل؟ نحتاج إلى التصريح بأن الجهل يكثر بعد أن قال صلى الله عليه وسلم يرفع العلم، ويقول في حديث آخر يقبض العلم. إذا قبض العلم ظهر نقيضه وهو الجهل. قد تقرر عند أهل المعقولات أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن اجتماعهما في المحل الواحد ولا يمكن ارتفاعهما على المحل الواحد. إذا أثبتت نقيضا فقد نفيت نقيضه، وإذا نفيت نقيضا فقد أثبتت نقيضه، ولا لا؟